أيها الشباب، أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء خليني نشكر من صميم الفؤاد كل المبادرات التي يعني انطلقت حتى من دون علمي على صفحات التواصل الاجتماعي وفي أنحاء كبيرة من الوطن لدعم ترشحي. هذا الدعم يعني التلقائي أثر كثيرا في نفسي ويعني زاد شجعني أكثر لمواصلة النضال من أجل هذا البلد. إذن مرة أخرى من صميم الفؤاد هذا الشكر. أيضا أنا أريد أن أتوجه لكل الشباب الذي لم ينتخب في المرة الفارطة لأقول له واجبك الآن أن تنتخب، واجبك أن تساهم في هذه المعركة، لأن هي المعركة التي ستحدد مصيرك. وأنا طالب دعمكم جميعا أيها الشباب، دعمكم لإنجاح هذا المرشح الذي ناضل من أجلكم أكثر من 300 سنة. أريد دعمكم بكل الوسائل، وستجدون في الموقع الذي يمكنكم أن تزورونه يعني ما هو المطلوب منكم. لكن أنا بالنسبة لي القضية الأساسية هو أنكم يعني تنخرطوا في هذا المشروع اللي هو بالأساس يعني مشروع الدفاع عن الحريات، مشروع الدفاع عن الديمقراطية، مشروع الدفاع عن كل الأفكار التي قامت من أجلها الثورة، يعني المشروع منع تغول أي حزب، إبقاء هذا المكان رئاسة الجمهورية الصمام، صمام الأمان لتواصل الحريات، لتواصل الديمقراطية، لتواصل الحوار الوطني الحقيقي، صمام الأمان لمنع أي تغول أو أي عودة للاستبداد. هذا هو الرهان الذي أريد أن تشاركونني فيه وأن تشاركونني في ربحه، لأنك أنتم من يعني ستفرضون في آخر يعني المطاف النتيجة، وهي ستكون إن شاء الله لصالح تواصل المشروع الوطني الذي مات من أجله شهداءنا سواء في كل المناطق التي شهدت الثورة أو شهداء الجيش والأمن. إذن أنا نعمل عليكم وأقول لكم أن الخيار كان وسيبقى ننتصر أو ننتصر. تحية تونس.